هي الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة. وليست الدنيا فقط. وليست الآخرة فقط. الحياة تطلق في الاصطلاح القرآني وفي سنة رسول الله على هذه الفترة أو الفترات التي سيعيشها ذلك الإنسان تحت الرعاية والعناية من رب العباد خالق الخلق. الحياة الدنيا هنعيشها والحياة الآخرة هنعيشها. طيب الحياة الكبيرة فين؟ الحياة الكبيرة هي الآخرة. ليه؟ لأنه لا زمن فيها. يعني إيه لا زمن فيها؟ يعني خالدين فيها أبدا. طب أما للدنيا؟ لا، محدودة، محدودة بالميلاد وبالموت. صحيح. وقد إيه دي؟ فربنا قال كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. والتاني قال فاسأل العادين. يعني في العدادات دي بتقول حاجة غريبة، وهي ان احنا لبثنا يوما او بعض يوم. يبقى الدنيا دي كلها حاجة بسيطة. القرآن فضل يشير في اكثر من موضع لهذه الحقيقة. تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اليوم فوق عند ربنا 50,000 سنة تحت، يبقى عامل مثلث. المثلث ده له قاعدة، القاعدة دي بتقول 50,000 سنة فوق مر يوم واحد. ما انت في المثلث لما تروح للقمة بتاعته تلاقي لو رسمت خط موازي للقاعدة هتبقى الخط ده صغير قوي. يوم اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة. لا هنا فات هنا 50,000 سنة، وده اللي اكتشفه أينشتاين اللي هي نسبية الزمان. 50,000 على 25 ساعة يبقى 2000، يعني الساعة فوق فاتت ساعة يبقى بألفين سنة. يعني سيدنا محمد لسه ما كملش ساعة، يعني سيدنا عيسى كمل ساعة. يا سبحان الله. فكم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوم. وبعدين بصوا للعدادات كده لقوا ايه ده؟ ده احنا لبثنا 100 سنة او بعض يوم. فاسأل العادين. لكن هنا اذا كان 2000 سنة يبقى الدقيقة بكام؟ فوق على 60. 2000 على 60 يبقى 34 سنة. يبقى اللي عنده 68 سنة عاش في الأرض قد إيه؟ دقائق بمقياس الأرض 68. طيب بالمقياس الإلهي الرباني 2 دقيقة 2 دقيقة 34 و34. يبقى 8. طب واللي يعيش هنا 3 دقايق يبقى عاش 100 سنة. يبقى أخونا اللي عايش 100 سنة ونقول يا ده عمر، ده عمر، ده عايش 100 سنة عاش 3 دقايق. يا سبحان الله. منهم ال20 سنة الأخيرة يمكن قاعد ظروف السن ومش قادر يتحرك وفي مشاكل، وابتدينا ندخل في قضاء الوقت. لكن يبقى إذن إحنا عندنا 3 دقايق. تخيل بقى أنا قدامي حياة تساوي 3 دقايق بحبها ما اقدرش اتخلص منها، هي سبب وهي مزرعة للآخرة. بس الآخرة كبيرة قوي، وربنا صحيح ارشادنا برضو يقول ايه؟ وان الدار الآخرة لهي الحيوان. هي الحياة بقى المستقرة الحقيقية المستمرة لو كانوا يعلمون. لو كانوا. فأنا هنا أنا بحب الحياتين. الرسول جاء لسعادة الدارين مش دار واحد. صحيح.